بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى أمهات المؤمنين، وإحدى زوجات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي من السابقين في الإسلام، كذلك هاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة وكذلك الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. هذه الصحابية الجليلة عرف عنها بالكرم والجود والسخاء. هذه الصحابية الجليلة كانت تضحك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هي هذه الصحابية ومن هي هذه أم المؤمنين؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. نتابع معكم في هذا البرنامج المبارك، وهذه الصحابية هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها هي سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية، أي من قبيلة قريش، وهي ثاني زوجات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فهذه الصحابية هي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فكل زوجات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وهذه الصحابية هي من السابقين في الدخول في هذا الدين الإسلامي. فعندما بعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه، كان هناك مجموعة من الصحابة والصحابيات، منهم من آمن به مباشرة، ومنهم من آمن به عندما كانت الدعوة سرية، ومنهم من آمن به عندما كانت الدعوة جهرية، ومنهم من آمن به بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكذلك بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه الهجرة الثانية إلى طيبة الطيبة المدينة المنورة التي كانت تسمى في السابق يثرب. فأم المؤمنين ثاني زوجة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة هي من السابقين في الدخول في ديننا الإسلامي. فقبل زواجها من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لرجل يقال له السكران بن عمرو، وقد أنجبت منه ولدا سمته عبد الله، وعاشت معه برهة من الزمن. وعندما يسر الله لهم الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبعد أن هاجروا إلى الحبشة وما حدث في هذه الهجرة، عندما التقوا بملكها النجاشي وصدق بما جاء عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة المعروفة في كتب السير. فبعد رجوع المسلمين الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، بعد رجوعه مرض زوجها ومات زوجها، وقد حزنت عليه حزنا شديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى عوض حزنها هذا بزواجها بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن زواجها الثاني هو خير من زواجها الأول، حيث أنها تزوجت بنبي هذه الأمة وسيد الخلق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك أصبحت هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم للمؤمنين. فكل من تزوج منهن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون أما للمؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فاصل ونواصل. عدنا لكم بعد الفاصل أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، وقد ذكرنا قبل الفاصل أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي من السابقين في الدخول في الإسلام، وكانت زوجا للسكران بن عمرو. وعندما توفي بعد رجوعهم من الهجرة الأولى وهي الحبشة، تزوجها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك
أن زواجها من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من زواجها من زوجها الأول سكران بن عمرو، ذلك أن السكران بن عمرو هو من الصحابة ومن الرجال، ولكن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي بعث بالنبوة والرسالة، وأي امرأة يتزوجها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون أما للمؤمنين، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. قد روت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهما صحيحي البخاري ومسلم. فصحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وقد روت بعض هذه الأحاديث هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. كذلك سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين عرف عنها بكرمها، والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى خلافة المسلمين بعد وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أول خلفاء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة المسلمين. فعندما كان خليفة للمسلمين بعث لها بدراهم عديدة ودراهم وفيرة، وفرقت هذه الدراهم على جميع الفقراء ولم تأخذ منها درهما واحدا، وهذا يدل على كرمها وكذلك علو نفسها رضي الله عنها وعن جميع صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت على الرغم من أنها أولى السابقين ومن السابقين في الدخول في ديننا الإسلامي، وكذلك أما للمؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وكذلك علاوة على كرمها وروايتها لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تضحك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يأنس بها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من وجود كثير من المصاعب وكثير من المحن في بداية دعوته صلوات الله وسلامه عليه، كانت تضحكه وتؤنسه حتى تخفف عنه من الأعباء وكذلك من المتاعب التي كان يواجهها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذه الحياة الدنيا فيها من المصاعب وفيها من المتاعب وفيها من الهموم وفيها من الغموم الشيء الكثير، وما كانت تفعله أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لهو خير دليل على أنها من أمهات المؤمنين وكذلك من زوجات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالزوجة الصالحة التي أخبر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيتها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، هذا ينطبق على جميع أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، ومنهم هذه الصحابية الجليلة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فعرف عنها الكرم، وكذلك عرف عنها الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك عرف عنها بأنها كانت تضحك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان تصيبه شيء من الهموم وشيء من الغموم مما يلاقيه من كفار قريش ومن أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أم المؤمنين سودة بنت زمعة تضحكه وكذلك تؤنسه حتى تخفف عليه من هذه الآلام ومن هذه الأوجاع. توفيت هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في سنة 54 من الهجرة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وعن جميع صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع صحابي من صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،
حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.